كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتني انا اختك. يلا شكرين يا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وغني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضه. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن سجن لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا لي بتس. ما تزغرطي يا امه، زغرطي يا امه. الحمد لله على السلامة يا أعز وأغلى وأطيب كوريا. البيت والشارع والحارة ولا كان ليهم 30 لازمة من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هيمو فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك إيه؟ روح ناديله بس ما تقولوش إن أنا هنا. فريرة يا فريرة. لا هو لسه هيمة ما يعرفش إنك رجعتي من السجن يا بنت. يا ولادي لا مؤاخذة يا كوريا، هو جه فيكي أنتِ؟ ما خدتش بالي، ما أعرفش يا أختي إنك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطة، يومك شبهك يا حلوة. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري؟ أنت إزاي تقول كده عن بابي؟ أنا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وأنت قاعدة ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح نصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي. يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شوية ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت اتقتلت يا سوكا ولا ايه؟ مكتبنا افتح العربية. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع. ميد في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه؟ سيبيه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامة كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان؟ يعني شويه كده.
ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على راموني الراميه السوداء دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس، امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا، بقى كان كل فين دبلتك يا كبداكي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا، وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم؟ إيه لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا، بس انا كنت هلبسها برضه، يعني ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي؟ يا حبيبتي مالك؟ مش عارفه اصل انا مضايقه شويه، حاسه انه هايدي قاعده بتعاملني بطريقه رخمه اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عماله تقول عليكي انك زي اختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه، انت عارفه شركتها واقفه والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجه دي، اصل الطريقه بتاعتها بقت مستفزه جدا. معلش استحمليها بس شويه الفتره دي، على الاقل لحد ما الازمه تعدي ونشوف هتعمل ايه في الشركه. نادر انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. في واحده صاحبتي اشترت اوضه نوم فرنساوي من تركيا تحفه. وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. اوكي مفيش اي مشكله، وانا اليومين جايين دول هنزل اشتري الهدوم بتاعه شهر العسل. عادي كده؟ ايه بتقوليها عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني. حبيبه قلبي ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا، واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل. ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى، بس وغلاوتك يا ام انا ما هسيبها، وغلاوتك ما هسيبها. مين؟ كوريا. حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة. كوريا عامل ايه؟ نورت بيتك نورت بيتك. بيت ايه بقى؟ بيت ما بقالوش لازمه من غير امي الله يرحمها، انا اللي قربت معادها من قهرتها عليا. معلش يا بنتي معلش، الاعمار بيد الله، مناش في نفسينا حاجه، بس انت غلطانه يا كوريا. ايوه غلطانه، غلطانه انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهر ايدي يا خال، انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي على النت، معرفش انهم نصايب عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلط. معلش يا بنتي المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعي اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سبقه في السجن تبقي خلاص، الخلق كلاتهم هناك عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه؟ بس ورحمه امي يا خال، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبدكي ده اللي استناكي سنه بحالها. واوعك يا كوريا اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي،
انت بنت ناس وبطلبيا شمال يا خال. ولو كان ليا في الشمال كان دايما حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوجه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشه نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه. اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني. في ايه دي؟ انت اللي اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي ايش انت سالة بحلقة قاعدة معايا بحقه ومرتي وولادي، اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كمية الاخبار الزفت اللي انت جابها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقولي عايش في حق، يعني شايفني انا اللي عايشة في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتيلي كوريا مظلومة؟ قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض ببيت واحد. الله يرحمك. بقولك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جايلك من كل باب. الله يسامحك يا خير والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطه.